ما المقصود بالناسخ والمنسوخ؟ الناسخ الخبر الناقل ينقل من حكم إلى حكم آخر، والناسخ يكون متأخرا، والمنسوخ هو الذي ألغي حكمه أو بقي مع الاستحباب بعد أن كان واجبا إلى حكم آخر. أذكر لك أمثلة، هناك نسخ في القرآن ونسخ في السنة ونسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، ونسخ للحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ للتلاوة والحكم معا. عندنا قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الذي يستطيع الصيام أول الأمر مخير، صوم أو أطعم مكان كل يوم مسكين. بعد ذلك نسخ هذا التخيير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وصوم عاشوراء كان واجبا، فلما نزل شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخ صوم يوم عاشوراء كفرض.